السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديوهات سنقوم إن شاء الله بطرح مساق مقدمة في قواعد البيانات، وهذا يعد الدرس الأول أو الفصل الأول من هذا المساق. نبدأ على بركة الله في الفصل الأول، قواعد البيانات ومستخدميها. من خلال هذا الفصل سنتطرق إلى مفهوم أو مقدمة عن قواعد البيانات وخواص أخرى لقواعد البيانات، ما هي نظم إدارة قواعد البيانات وأنواعها، أنواع مستخدمي قواعد البيانات، ومميزات استخدام قواعد البيانات، أيضا متى لا نستخدم قواعد البيانات. فلنبدأ على بركة الله في شرح هذا الفصل. تعد قواعد البيانات هي العمود الفقري لأي سوفتوير، لأي برنامج. أي برنامج يخدم مؤسسة ما معينة يحتاج إلى قواعد بيانات. لو افترضنا أن لدينا مستشفى، فهذا المستشفى يحتاج إلى قواعد بيانات لتخزين بيانات المرضى وتخزين بيانات الأطباء والعاملين في داخل هذا المستشفى. بالمثل لو تطرقنا إلى نظام مدرسة، فإننا نحتاج أيضا إلى قاعدة بيانات لتخزين بيانات الطلبة والمدرسين. فهذا السبب أن كل مؤسسة تحتاج إلى مكان لتخزين بياناتها. ففي مجال الحواسيب، فإن قواعد البيانات التي تسمى داتابيس باللغة الإنجليزية تعرف على أنها مجموعة من البيانات المنظمة والمرتبة المرتبطة مع بعضها منطقيا. يعني هذه البيانات بينها علاقة مرتبطة مع بعض منطقيا، وهذا الارتباط لكي يسهل الوصول إليها. يعني لو احنا عاوزين نبحث عن اي معلومة، سهل الوصول لهذه المعلومة وتعديلها وادارتها. ادارتها بسهولة يعني حذفها وتخزينها واسترجاعها في اي وقت لاحق. اثناء حديثي تطرقت الى كلمة بيانات. فالبيانات هي عبارة عن بيانات خام لا يجرى عليها اي معالجة. لو نظرنا هنا إلى الجدول في الأسفل، فنلاحظ أنه لدينا بيانات محمد، أحمد، عبد الله، تاريخ الميلاد، هوية الشخص. هذا اسمه بيان. لكن إن أردنا أن نحصل على الطلاب أو الأشخاص الذين يكون تاريخ ميلادهم عام 2003، أو عدد الأشخاص الذين ولدوا في عام 2003 أو عام 2000، فإننا من هنا نحصل على معلومة. إذن المعلومة أو المعلومات هي عبارة عن بيانات معالجة تم معالجتها. تمام؟ يتم استخدام قواعد البيانات من قبل المنظمات من أجل إيش؟ تخزين المعلومات واسترجاعها وإدارتها. خواص قواعد البيانات، إن قواعد البيانات تمثل بعض مظاهر العالم الحقيقي، أي أنها تمثل حالة من حالات البيانات التي تصف موضوع حقيقي. طبعا لو تطرقنا إلى نظام المدرسة، فهو البيانات اللي موجودة هي بيانات طلاب حقيقيين بأرض الواقع. وتمثل قواعد البيانات مجموعة من البيانات المتلاصقة منطقيا وتحتوي على معنى ضمني. يعني هنا احنا حصلنا على معنى ضمني لمواليد عام 1999 أو مواليد عام 2000. يتم تصميمها وتخزين البيانات بها من أجل غرض معين. الغرض هذا ممكن في البيزنس أو الماركتينج نحصل على ديسيشن، قرار معين، بحيث أنه أعلى مبيعات لصنف معين، دراسة السوق لصنف معين، الأرباح، كل هذه نحصل على من قواعد البيانات. وهذا الأيقونة هي عبارة عن رمز لقواعد البيانات متعارف عليه.
هو على شكل مخزن للبيانات، شايفين كيف؟ شكل مخزن للبيانات. طبعا هنا انه احنا بنودع بيانات، نخزن وبنسترجع هذه البيانات. يمكن ان تكون قاعدة البيانات في اي حجم، ممكن تكون قاعدة بيانات صغيرة تحتوي على سجلات قليلة، وممكن تحتوي على سجلات بالآلاف أو بالمئات، وممكن تحتوي على ملايين السجلات حسب المؤسسة اللي موجودة. لو إحنا نظرنا إلى مدرسة ونظرنا إلى جامعة، مقارنة المدرسة بالجامعة في بيانات الجامعة أكبر من بيانات المدرسة. يمكن أن يتم إنشاؤها والتعامل معها يدويا أو باستخدام الحاسب الآلي. طبعا إنشاؤها يدويا ترجع لنظام الملفات القديم اللي احنا هنتكلم عنه الان في السلايدات اللاحقه. اذا تم استخدام الحاسب الالي لاداره قواعد البيانات، فان ذلك يتم عن طريق مجموعه من البرامج التي تصمم خصيصا لذلك، او عن طريق استخدام نظم اداره قواعد البيانات. هي اول كلمه بدنا نهتم فيها، داتا بيز مانجمنت سيستم، نظم اداره قواعد البيانات. ايش نظم قواعد نظم اداره قواعد البيانات؟ عندنا احنا بيانات مخزنة. لو احنا كان عندنا نظام مخزن، فاحنا بنحط امين مستودع وادارة ومحاسب وواردات وصادرات للمستودع هذا. في حال انه عندنا بيانات، بدنا يكون عندنا نظام مسؤول عن هذه البيانات في نظام الحاسوب. ولدينا هنا شيء اسمه نظم ادارة قواعد البيانات. ومن اشهر نظم ادارة قواعد بيانات اوراكل دي بي داتابيس، اس كيو ال، ماي اس كيو ال، هذه سايبيس، اكسس، اس كيو ال لايت. هذه نظم اداره قواعد بيانات بالايقونات تبعتها، هذول مشهورين جدا في الماركتينج او في الماركت اللي هو اللي موجود بالنسبه لقواعد البيانات. نرجع لنظم الملفات. طبعا نظام الملفات نظرا لقصور الانظمه اليدويه في الوصول الى متطلبات المؤسسات بجميع أنواعها، نظام يدوي، تسجيل يدوي، فقد تم استخدام أنظمة الملفات التقليدية اللي هو عبارة عن نظام أنك أنت تكتب ملف معين وتخزنه في مكان معين، في السي، في الدي، في كذا، ملف إكسل، ملف وورد، أي نوع من الملفات. وهو نظام محوسب، مش نظام محوسب، لأنه يعتمد على الملفات الإلكترونية، يعتمد على تخزين البيانات في ملفات مستقلة بحيث تكون البيانات معزولة عن بعضها البعض. طيب لو احنا جينا للنظام، نرجع لنظام المدرسة. لو ان عندنا بيانات طلاب وبيانات محاط مدرسين، بيانات الطلاب موجودة في ملف الطلاب، وملف المدرسين موجود في بيانات المدرسين. لو احنا عاوزين نعرف او نستعلم عن معلومة باسماء المدرسين اللي بدرسوا نفس الطلاب، او اسماء الطلاب اللي بدرسهم نفس المدرس، او اسماء طلاب شعبه اللي استاذها فلان الفلاني، فلا نستطيع ذلك لانه البيانات هنا موجوده باستقلاليه عن بعضها، كل ملف مفصول في ايزوليشن موجود بينهم. نظام الملفات هو عباره عن مجموعه من البرامج التطبيقيه التي توفر خدمات للمستخدم النهائي. وكل برنامج يعرف ويدير البيانات الخاصة، يعني كل برنامج يعرف وبيدير البيانات الخاصة فيه. هذا له مساوئ. من مساوئ نظام الملفات اللي هو التقليدي، بسموه بالانجليزي تراديشنال فايل سيستم، انه البيانات تكون مقسمة وغير مترابطة. ايضا البيانات تكون مكررة، لانه البيانات الطالب موجودة عند الأستاذ، وبيانات الأستاذ تضاف إلى الطالب في حالة أنه عاوزين نربط بيانات الطلاب مع المدرسين. التقارير والاستعلامات ثابتة، ما تتغيرش أبدا، لا يمكن الوصول إلى الملفات بسهولة، الملفات غير متوفرة دائما، صعوبة التطوير والصيانة. يعني إحنا لو أكون كان نوع ملف إكسل وملف وورد أو ملفات بشكل معين، صعب أنه إحنا نعمل لهم تطوير، وصعب أنه ناخدهم على برامج تانية، لأنه كل ملفات لها برامج تطبيقية مستقلة عن الأخرى. يعني صعب نقلها من جهاز نظام معين إلى نظام معين آخر، أو من جهاز إلى آخر. نيجي لبعض المصطلحات والمفاهيم المهمة في المسار. كلمة بيانات هي كافة البيانات المطلوب إدخالها والاستعلام عنها، مثل
اسم المريض، رقم غرفة المريض، الطبيب، هذا في حالة كانت مؤسسة مستشفى. المعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها ووضعها في صورة ملائمة ومفهومة للمستخدم. قواعد البيانات هي مجموعة كبيرة من البيانات تجمعها علاقة معينة وتكون مخزنة بطريقة نموذجية دون تكرار. إذا أول كلمة نركز عليها إنه قواعد البيانات بتكونش فيها تكرار، لكن نظام الملفات القديم زي ما قلنا إنه البيانات تبقى مكررة. تصميم قاعدة بيانات، إيش يعني تصميم قاعدة بيانات؟ يعني يشمل تحديد أنواع البيانات والتراكيب لها والقيود عليها في قاعدة البيانات. بناء قاعدة البيانات هو عملية تخزين البيانات نفسها وسط تخزين يتحكم فيه نظام إدارة قواعد بيانات. إذا إحنا لما إحنا بدنا نصمم قاعدة البيانات معناه إنه إحنا بدنا نحط أنواع البيانات والتركيب والرسمات الموجودة والقيود عليها. أما في عملية البناء فبنقصد فيها تخزين البيانات نفسها على وسط التخزين الاستورج فيزيكالي داخل نظام إدارة قواعد البيانات. نظام إدارة قواعد البيانات هو مجموعة من البرامج الذي يمكن استخدامها في إنشاء ومعالجة قاعدة البيانات. يعني أنت عاوز قاعدة البيانات تكون موجودة، اللي هيتعامل مع الإند يوزر أو المستخدمين مباشرة هو عبارة عن داتابيز مانجمنت سيستم. إيش بيسمح لك؟ تعدل، تحذف، استعلام أو تنظيم عمليات حسابية. ونرجع نقول من أشهر 3 أنواع موجودة عندنا الآن، في عندنا اس كيو ال سيرفر لشركة مايكروسوفت، ماي اس كيو ال اللي هو فري، في عندنا اوراكل داتابيز مانجمنت سيستم. هذول انواع اداره قواعد بيانات. كلمه معالجه قاعده البيانات اللي هو معالجه يتضمن وظائف استعلام لاستخراج بيانات معينه وتعديل قاعده البيانات وانتاج تقارير من البيانات. اذا اهم شيء انه احنا الهدف من قاعده البيانات استخراج تقارير. مثلا في نظام الجامعه نستخرج عدد الطلاب المسجلين في شعبه معينه، او مثلا نغير معلومات عن ماده او مساق معين، أو نستخرج تقرير يبين المواد التي تدرس في دبلوم الحاسب وأسماء من يدرسها وعدد من يدرسونها. هذه تقارير تنتج عن استعلامات، هذا كله معناه معالجة قاعدة البيانات. كيف تدخل على نظام الجامعة؟ هل يمكنك الدخول على بياناتك بيانات طالب آخر؟ يعني هنا بنقول معنى أمن وسرية عالية. يعني إحنا عندنا أمن وسرية عالية على قاعدة البيانات. بنوضح هذا بسؤال: كيف أنت بتدخل على نظام الجامعة؟ هل الطلاب بيشوفوا بيانات بعض وبيشوفوا درجات بعض؟ طبعا لا، لأنه في عندي سرية عالية. إيش معنى توافق وتجانس البيانات؟ عند حذف مقرر هل يظهر هذا التعديل لدى الأساتذة في كشف الأسماء؟ طبعا لا، يعني ما بيظهرش التعديل في كشف الأسماء عند حذف مقرر لأن الطلاب بيختلفوا عن مقرر تاني. كيف يتم عملية الحذف والإضافة والتعديل؟ لو كانت سهولة ومرونة سهل إنك تحذف وتضيف مساقات معينة، بيكون السيستم أو الداتابيز مانجمنت سيستم أو الداتابيز ذات نفسها فيها مرونة في التعامل. إذا كلمة مرونة معناها سهولة الحذف والإضافة والتعديل. في كلمة توفير المواصفات القياسية، هل يسمح لك النظام بتسجيل عدد ساعات أكبر مما يسمح به معدلك؟ هذا بسميه توفير مواصفات قياسية على مستوى البرنامج بتاعي. ما رأيك بعدد مستخدمين النظام؟ مشاركة كبيرة، لو كان المستخدمين كبار عددهم كتير بيكون عندي مشاركة عالية للبيانات. عندما يتعطل البرنامج التي تستخدمه موظفة القبول والتسجيل، هل يعني هذا عطل في قاعدة البيانات؟ لو تعطلت قاعدة البيانات عند تعطل البرنامج فيش استقلالية في البيانات. هذا بسموه استقلالية البيانات. هنشرحهم بالتوضيح في المحاضرات إن شاء الله القادمة. نرجع بنقول شو هو نظم إدارة قواعد البيانات؟ هي مجموعة من البرامج التي تمكن المستخدم من إنشاء ومعالجة قواعد البيانات. عرفنا شو إنشاء وعرفنا شو معالجة سابقا. يتم إنشاء هذه النظم لتساعد المستخدم في تعريف وبناء ومعالجة قواعد البيانات. إيش يعني تعريف البيانات؟ تعريف البيانات مقصود منه تعريف البيان ونوعه، بناؤه، وصف القيود المفروضة عليه. يعني هل الاسم من إيش بتكون؟ من كم حرف؟ رقم الهوية قديش طوله؟ 9، 10، 4؟ هذه تعريف البيانات.
بناء البيانات هو تحديد طريقة تخزينها وكيف البناء وتنفيذه، كيف نبنيها وننفذها جوا. معالجة البيانات يقصد به هو تعديل البيانات وإنشاء الاستفسارات وإنشاء التقرير. هنا قواعد البيانات مع نظم إدارة قواعد البيانات تسمى بنظم قواعد البيانات، طبعا هنا مفصولة عن بعض. نرجع نقول قواعد بيانات زي نظم إدارة قواعد بيانات، منتج عندي نظم قواعد البيانات. نميز بين داتابيس سيستمز، داتابيس مانجمنت سيستم، والداتابيس. الداتابيس هذه هي عبارة عن قواعد البيانات. نظم إدارة قواعد بيانات هي المديرة على قاعدة البيانات. التنين مع بعض بشكلوا لي نظام كامل لقواعد البيانات. هذا المخطط يوضح قواعد البيانات ونظم إدارتها. طبعا عندنا هنا مستخدمين اللي هم الخارجيين، بيستخدم برامج تطبيقية. البرامج التطبيقية لاحظ هنا عندي في نظم إدارة قواعد بيانات في برامج لتنفيذ التطبيقات واستفسارها، وفي برامج تتعامل مع البيانات المخزنة، وهذه هي قاعدة البيانات ووصفها. وقاعدة البيانات وصفها، طبعا وصفها موجود لكل قاعدة بيانات قاموس بيانات. ايش يعني قاموس بيانات؟ لانه نظام إدارة قواعد بيانات لا يتعامل مباشرة مع البيانات، يتعامل مع قاموس البيانات. قاموس البيانات عندنا بسموه ميتا داتا. اذا احنا قواعد البيانات او موجود جنبها ميتا داتا اللي بتعامل معها نظم إدارة قواعد البيانات. كلهم على بعض كده بسموا نظم قواعد البيانات داتابيس سيستم. طبعا هنا داتابيس مانجمنت سيستم، في عندي ابلكيشن، برامج الاكسبلورر والبرامج الثانيه، في ممكن اذر داتابيس مانجمنت سيستم. داتابيس مانجمنت سيستم بتعامل مع داتابيس مانجمنت سيستم ثاني، هذا اوراكل، هذا ماي اس كيو ال. عاوزين ننسخ البيانات من مؤسسه ما الى مؤسسه ثانيه، ومشاركة البيانات فبتعامل مع داتا بيز مانجمنت سيستم تاني. في عندي اللي هو الاند يوزر المستخدمين، في عندي انا ستورج، شايف كيف البيانات مخزنة جوا. طبعا احنا الستورج حنتكلم عنهم، انه كيف انواع البيانات، انه انواع البيانات كيف بتكون مترابطة، هذا حنتكلم عنه ان شاء الله في المراحل المتقدمة. بس احنا نعرف انه الداتا بيز مانجمنت سيستم بتعامل مع الداتا بيز، بتعامل مع الميتا داتا، وبقدم بيانات للثلاثه هذول اللي هم الابلكيشن او اذر داتابيز مانجمنت سيستم او لليوزر. خواص تفرق بين قواعد البيانات ونظم اداره قواعد البيانات. يوجد العديد من الخواص التي تفرق بين قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات. إيش يعني تفرق وإيش يعني خواص؟ يعني مزايا موجودة عند قواعد البيانات غير موجودة في نظم الملفات التقليدية القديمة. أول شيء قلنا عنه، في عندي وصف ذاتي للبيانات، إنه البيانات هذه في قواعد البيانات لها وصف عن طريق إنشاء فهرس البيانات، والذي يحتوي على ما يسمى ميتا داتا، لها وصف. لكن قديما ما كانش لها وصف. طب ليش الوصف؟ لانه اي سوفت وير زي الداتا بيز مانجمنت سيستم بتعاملش مع الداتا دايركت، بتعامل مع الميتا داتا، مع الديكشنري. طبعا من خلال الديكشنري انت ممكن تعمل اي شيء في البيانات. الفصل بين البرامج والبيانات مفصولين عن بعض. لا تحتوي البرامج على وصف البيانات، بل يوجد فصل بينهم، مما يتيح إمكانية تعديل شكل البيانات بدون الحاجة لتعديل البرامج. يعني أنت البيانات داخليا بتعدل شكلها، بتعدل اللي أنت عاوزه بدون ما تعدل البرنامج اللي بتعامل مع هذه البيانات، وهذا ما كانش موجود في نظام الملفات التقليدية. المشاركة في البيانات والتعامل مع العديد من المستخدمين. تتيح قواعد البيانات المشاركة في استخدام البيانات، وكذلك تعطي إمكانية تعامل العديد من المستخدمين مع نفس قواعد البيانات في نفس الوقت وبدون مشاكل. لكن هناك في نظام الملفات ما فيش إنك أنت تتعامل مع ملف معين في نفس الوقت لأكثر من واحد. لازم يكون في عندي إنه شخص بتعامل مع ملف معين بيكون له كلوز هذا الملف له، فما اقدرش أنا أتعامل بنفس الوقت على نفس الملف.
يعني وهذا الإشي مش موجود في نظام اللي هو الملفات التقليدية. في عندي ناس بتعاملوا مع قواعد البيانات اللي هم مستخدمي قواعد البيانات. أول شيء نتكلم عن حاج مدير قواعد البيانات اللي هو بيسموه Database Administrator. مدير قواعد البيانات هذا الشخص هو الذي يقوم بإدارة قواعد البيانات. إيش يعني إدارة قواعد البيانات؟ والتحكم في الصلاحيات والعمل ومراقبة النظام وتحسين أداء قواعد البيانات. إذا أنا أول ما بنشئ قواعد البيانات، أول ما بنشئ القاعدة لازم يكون يوزر مستخدم هو عبارة عن DBA، مسؤول مدير قاعدة البيانات. في ناس بسموهم Database Designer، هذا إيش بيكون مسؤول؟ مسؤول عن تصميم قاعدة البيانات ليتم إنشائها وبنائها بطريقة ذات كفاءة عالية طبقا لمتطلبات المستخدم. ايش يعني متطلبات المستخدم؟ اللي هو من تحليل النظام اللي احنا رحنا نعمله لمؤسسة ما. في الاند يوزرز اللي هو المستخدمين اللي هو اللي بتعاملوا مع البرامج اللي بتتعامل مع قاعدة البيانات. بعض المستخدمين يكون لديهم خبرة الكافية لإعداد الاستفسارات المطلوبة بلغة الاستفسارات اللي هنتعامل معها في الجانب العملي، وبعض المستخدمين ليس لديهم الخبرة فيتم إنشاء برامج خاصة لهم يقومون بتشغيلها للحصول على المطلوب. طبعا هذا هو المستخدم النهائي لقواعد البيانات. عندي محلل النظم ومبرمج النظم. يقوم محلل النظم بتحديد متطلبات المستخدم وتطوير هذه المواصفات المطلوبة لتحديد المطلوب من قاعدة البيانات. إيش الهدف من إنشاء قاعدة البيانات؟ فبنجيب أول شخص عمل في التحليل اللي هو محلل النظم، بينما يقوم مبرمج النظام بتنفيذ المتطلبات لإنشاء التطبيق. يعني احنا عندنا محلل نظم بيحلل شو من خلال المقابلات ايش مطلوب الفانكشن او الاداء او الوظيفه اللي يقوم فيها قاعده البيانات او نظام قاعده البيانات. البيانات هذه او المتطلبات بيجي المبرمج بنفذ المتطلبات هذه على شكل ايش تطبيقات مناسبه. في هندسه النظم، مهندس نظم هو عملية تحليل النظام لإضافة لعملية إنشاء البرامج التطبيقية. يعني نرجع نقول إنه عندنا في محلل نظم ومبرمج مع بعض بسموه مهندس نظم، تمام، اللي هو بيقوم بعملية التحليل وجمع المتطلبات وتحويل المتطلبات إلى إنشاء تطبيقات مناسبة. هذول التنين مع بعض بسموه مهندس النظام، أو بالإنجليزي بسموه software engineer. هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بقواعد البيانات ذاتها، ولكنهم يقدمون لمستخدم قواعد البيانات البيئة اللازمة لهم وهم. يعني في عندي برضو ناس تانيين اللي هم اللي برمجوا الأوراكل، اللي برمجوا الماي اس كيو ال، اللي اشتغلوها الشركات هذه. في عندي مصممو ومنفذو نظم إدارة قواعد البيانات. وفي عندي مطورو البرامج المساعدة، يعني في برامج مساعدة أنت بتساعدك إنك تعمل تقارير وبتساعدك تحلل، هنتعرف عليها، تحلل النظام وإنشاء وتطوير التطبيقات وإنشاء التقارير وواجهات التطبيق. في عندي المشغلون وأفراد الصيانة الذين يقومون بتشغيل النظم وإدارتها وصيانتها وكذلك صيانة البرامج والأجهزة المستخدمة في إنشاء وتطوير قواعد البيانات. مميزات استخدام قواعد البيانات. أي ميزة عند قواعد البيانات، عند استخدام قواعد البيانات، تعد عيب كان موجود في نظم الملفات التقليدية. فمن الميز اللي هي التحكم في تكرار البيانات، ما فيش عندي تكرار للبيانات، وكلمة تكرار بسموها data redundancy، ما فيش عندي. في قيود على المستخدمين الذين ليس لهم صلاحية، مش أي واحد بيقدر يفوت على النظام عندي، فهذا بسموه security. توفير بيئة تخزين لا تفقد البيانات، ما فيش فقد للبيانات، السماح باستنباط معلومات من البيانات الموجودة، توفير واجهات متعددة للتعامل مع المستخدم مع البيانات، تمثيل العلاقات المعقدة بين البيانات بسهولة، فرض قيود التكامل بين البيانات، يعني البيانات كلها بتبقى متكاملة مع بعض، يعني بشكل إنه كيف يعني متكاملة؟ إنه مثلاً الطالب سجل مساق، أنا بعرف إنه الطالب هذا سجل مساق عند أستاذ الفلاني في الشعبة الفلانية،
فما لقيش الطالب موجود في اكثر من شعبه، وبتاكد انه الطالب هذا فعلا في الشعبه هذه من خلال تكامل البيانات. تمام، وقبل ما انشئ انا، قبل ما اسجل الطالب، بتاكد انه المساق مثلا نازل عندنا في الجامعه لتسجيل طالب معين. اول شيء بنزل المساق، بعدين شو الطالب بسجل. فهذه تكامل وفي ترتيب في العمليات، هذا بتوفره اللي هو قواعد البيانات اللي عندنا. ايضا توفير طرق متعدده للحصول على النسخ الاحتياطيه اللي هم باك اب، كذلك معالجه البيانات في حالات الاعطال التي قد تحدث لقواعد البيانات. اي عطل بتلاقي انه النظام شغال ما بوقفش. تساعد على وضع معايير قياسيه للتعامل مع البيانات. ايضا تقليل زمن تطوير البرامج. المرونه الشديده في استخدام وتعديل البيانات. توفير بيانات على درجه عاليه من التحديث. اقتصاديه الاستخدام. هذه كانت هي عبارة عن عيوب في النظام اللي هو نظام الملفات، وأصبحت هنا مزايا في نظام اللي هو قواعد البيانات. سؤال دائما بيكون يعني في المقابلات، بيقول متى لا نستخدم قواعد البيانات؟ لا نستخدم قواعد البيانات أو نظم قواعد البيانات إذا كانت تكلفة الإعداد عالية بالنسبة لحجم المشروع. مشروع صغير ما بيحتاج إنه يكون عنده قواعد بيانات. يعني حسب الملفات الموجودة وحسب السجلات اللي كانت متوفرة عند إسكان، السجلات والملفات قليلة جدا فما بحتاج. إذا كانت قاعدة البيانات والتطبيقات بسيطة وسهلة ما فيش فيها تعقيد، يعني إذا كان المشروع يحتاج لسرعة استجابة عالية جدا وبشكل ضروري، لأنه عملية إنشاء قواعد البيانات تحتاج إلى وقت من التحليل والبرمجة، فهذه برضو إنه المشروع كان يعني بيحتاج لسرعة استجابة عالية. ايضا في اذا كان العمل لا يحتاج الى بيئه ذات عده مستخدمين، يعني بننظر الى المزايا وعكس المزايا. اذا كان العمل لا يحتاج الى بيئه ذات عدد مستخدمين، عنديش الا مستخدم واحد فقط، فانا اروح اعمل نظام قاعد بيانات وعنده مشاركه، فما بحتاجش الكلام هذا. هذا هو المقدمه العامه للفصل الاول عن قواعد البيانات. اتمنى انه تكون الفكره واضحه للطلاب الاعزاء، وأشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.